اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج المحاكمه. حلقه النهارده من البرنامج مختلفه تماما في الشكل والمضمون، والاول مره بقول لكم كملوا لغايه نهايه الحلقه واوعدكم مش هتندموا. في مدينة اسمها تارنت في ولاية ألاباما الأمريكية، جه بلاغ لاسم الشرطة بيبلغ عن ان هم مسكوا واحدة ست وهي بتحاول تسرق من سوبر ماركت. ضابط اسمه ويليام ستايسي اتوجه لغاية المكان محل البلاغ، لقى واحدة عندها 47 سنة من أصول أفريقية اسمها هيلين جونسون. الست دي اول ما شافت الضابط انهارت في البكاء، عيطت بشدة وقالت له انا ما سرقتش اي حاجة غير 5 بيضات، عندي حفيدتين جعانين في البيت وانا ما معيش غير $1.50، وكان مطلوب مني علشان اجيب تمن الاكل ده $2، فهو $0.5، كل اللي انا سرقته 5 بيضات علشان ااكل الحفيدتين دول وما ينفعش ارجع ليهم وانا من غير اكل. الراجل اللي هو اسمه ويليام ستايسي ضابط الشرطة اول ما سمع منها الكلام ده كان حط طبعا في ايديها اساور الحديد، فك الكلبشات من ايديها. الست اتعجبت جدا، قالت له انا مش حرامية وعمري ما سرقت قبل كده، علشان كده انا اتكشفت بسهولة، كل اللي انا خدته 5 بيضات دول. الراجل بعد ما فك من ايديها الحديد اخدها في ايدها ودخل السوبر ماركت، اشترى لها اكل كتير وخدها لغاية العربية بتاعة الشرطة وصلها لغاية البيت. الست اول ما شافته يعني وصلها لغاية البيت وما قبضش عليها وما ودهاش الاسم، طبعا انهارت وبكت بشدة وقالت له يعني مفروض ان انت تقبض عليا، انت جايبني لغاية البيت وبتجيب لي اكل. قال لها احيانا تكون الانسانية اهم من القوانين. لما انتشرت قصة الست دي عن طريق الانترنت ناس كتيرة جدا اتبرعوا لها باكل كتير وتبدل حالها في 24 ساعة بس بسبب موقف انساني من ضابط شرطة. هنسيب امريكا ونيجي لغاية ام الدنيا في اسم شرطة الزيتون. نقيب احمد صبري معاون المباحث بيجيله بلاغ بان في مشكلة كبيرة جدا نشبت بين راجل مالك عقار وساكن عنده، بيروح مع قوة او برفقة قوة من الاسم لغاية المكان محل البلاغ، بيروح للشقة اللي حاصل فيها المشكلة فبيلاقي راجل مسن، راجل عجوز باين من شكله انه على قد حاله جدا وانه مريض. الراجل معاون المباحث النقيب احمد صبري بيبص في المكان بيلاحظ ان الشقة على قد حالها جدا. الراجل اول ما بيشوفه بيقول له سعادة الباشا انت جاي علشان تاخد من الشقة وعلشان ترميني في الشارع، انا راجل على قد حالي وما اقدرش ومش حمل ان انا نام في البرد في الشارع. ضابط احمد صبري اول ما بص وشاف المكان بالحال ده وشاف الراجل وحالته الصحية قال له مين قال لحضرتك ان انا جاي اعمل كده؟ خالص انا بس جاي اطمن عليك، انت عامل ايه؟ قال له والله يعني الظروف على قدها والمعاش اللي بيجيلي يدوب بيكفيني، الدنيا بقت غلى جدا يا ابني. قال له طيب انت عليك فلوس قد ايه؟ قال له بالفعل انا عليا فلوس للايجار بس انا مش قادر اسددها لانه فلوسي كلها او المعاش بتاعي كله بيروح للدواء اللي انا بشتريه وشوية الاكل اللي انا باكلهم. انا قلت للراجل اصبر عليا شوية لغاية ما اقدر ادبر لك الفلوس، لكن هو مش صابر عليا وعايز يرميني في الشارع. قال له الفلوس اللي عليك قد ايه؟ قال له 1900 جنيه. قال له طيب ما تقلقش انت هتبقى كويس ومفيش اي مشكلة خالص. الراجل المحترم المتربي ابن الناس طلب عربية الاسعاف وقال للراجل اجهز علشان تروح للمستشفى، اخده بنفسه ووداه لغاية المستشفى واجرى الكشف عليه مع مجموعة من الاطباء المحترمين. كشفوا عليه الدول علاجه من المستشفى، كان فيه علاج ناقص من بره الطبيب المحترم راح اشترهوله بنفسه، ورجع معالي النقيب لغاية البيت وطلب صاحب البيت وقعد معاه. قال له اتفضل الايجار المتأخر عليك ال 1900 جنيه بتوعك اهمت، وكمان اديني ايصالات 6 شهور جاية، ودفع ايجار 6 شهور كمان للراجل العجوز المسكين اللي عايش لوحده والمعاش بتاعه ما بيكفيهوش.
قال للراجل ما تقلقش، ادي كل ارقام تليفوناتي، لو احتجت اي حاجة اي وقت اتصل بيا، وانا كل اسبوع هاجي اطمن عليك. موقف رائع جدا. كتير جدا بيبقى مطلوب مننا ان احنا نطبق القوانين الجافة، القوانين التي لا ترحم، بتمشي على الجميع وبتطبق على الجميع، ومطلوب ان احنا نطبقها للحفاظ على منظومة المجتمع. ولكن احيانا كتير جدا بنلاقي ناس الظروف حكمت عليهم ان هم يتدينوا او ان هم يستلفوا او ان هم يروحوا يشتروا حاجة وما يقدروش يسددوا تمنها. شفنا كتير جدا من الامهات يعني اللي علشان يجوزوا بناتهم راحوا كتبوا على نفسهم شيكات لمحلات ادوات منزلية، وكتبوا على نفسهم شيكات علشان يجهزوا بناتهم ويسطروهم، وبيجوا وقت السداد ما بيقدروش فبيتقبض عليهم وبيترموا خلف القضبان. ناس كتير جدا من السيدات امهاتنا واهالينا المحترمات دول بيتظلموا، بيظلمهم الفقر وبيظلمهم العوز وبيظلمهم عدم القدرة على الوفاء بالدين اللي عليهم. بيكون مطلوب في الحالات اللي زي دي من الناس المقتدرين، الناس المستورين، ان هم يمدوا ايديهم ليهم ويساعدوهم ويحاولوا يفكوا كربهم. وما ننساش انه من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنهي الحلقة دي بالنماذج المشرفة دي اللي انا اخترتها من الحالتين اللي انا اتكلمت عنهم، وحقول الجملة اللي قالها الضابط ويليام ستايسي: احيانا تكون الانسانية اهم من القوانين. اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة.